نضع أمانة في أعناقكم أن تتساووا موضوع الرواتب مع أقراننا ذوي المهن الصحية. داخل المراكز الصحية والمستشفيات إضراب عام لملاكات المهن الصحية والإداريين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة في وقت يبذلون قصارى جهدهم لمعالجة المصابين في جائحة كورونا، والآن بعد تسويف حقوقهم قرروا الإضراب لحين تحقيق مطالبهم. اليوم طلعنا كمهن صحية وتمريضية بسبب التهميش اللي تعرض له دائما. احنا من الشريحة اللي دائما متعرضين الى يعني وزارة الصحة للأسف تحتوي على الطبقية العالية، وهناك يعني مفارقة بين الطبيب وغير من الكوادر الصحية الموجودين. احنا كلنا نتعرض الخطورة واحدة ونتعرض المرض واحد، المرض ما يعرف بين الطبقات وما يعرف بين شهادات وما يعرف بين اي شيء، من العامل الخدمة الى الطبيب كل احنا متعرضين لنفس الخطورة. يعني احنا مطالبنا صارت واضحة وهذه هي موجودة قدامكم، والممرض او اي واحد من المهن الصحية يعني احنا باعتبار جوكر المستشفى، يعني احنا الممرض او اي احد يقدر يحل يشتغل شغل المختبر، يشتغل شغل الممرض، يشتغل شغل الطبيب. يعني احنا ومع الاضراب لليوم الثاني احنا مقصرين بعملنا، يعني ما يصير هيك، وهذا التمييز بين شرائح الوزارة ما يصير هالشكل. اصحاب المهن الصحية ومن يعملون في الاقسام الادارية في مشافي كربلاء طرقوا مرارا وتكرارا ابواب الجهات المعنية لكن دون جدوى ولا مجيب لمطالبهم لتنعدم الثقة بين الموظف والمسؤول كون الوعيد الوعيد ولا جديد يذكر. خرجت هذه الجموع الغفيرة من الإداريين والفنيين للمطالبة بحقوقهم، وهي زيادة نسبة المخصصات الخطورة 5% 50% أسوة بالأطباء، وكذلك قطع الأراضي ورفع التسكين عن هذه الكوادر الذي نسميها الجنود الظل. احنا مجموعة من الإداريين جينا هنا نعتصم نعبر عن رأينا، شنو رأينا، شنو مطالبنا، حقوقنا اللي صار لنا قد نطالب بيها. يعني احنا إداريين هنا وكأن شيئا لم يكن. الإداري هو اللي السائق، هو الخدمي، هو بالأفراد، الحسابات، كل الموجودين بالمستشفى أكثرهم نسبتهم إداريين. مع هذا فيصيرون شنو؟ مهمشين، يعني ما لهم أي وجود. خطورتنا 30% بالمقابل ويا الطبيب 150%، يعني شوف الفرق الكبير. مع أنه أنا أعرف أناس قاعدين بغرفة واحدة، هو معاون طبي وهذا إداري، هذا ياخذ 80% هذا ياخذ 30%، ليش؟ تنضم الملاكات الصحية لكافة فئات المجتمع التي أعلنت إضرابها واعتصامها جراء الوضع السياسي والاقتصادي الذي يمر به الموظف العراقي من تأخر رواتبهم وخطورتهم التي لم تحسب لحياتهم العملية. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.